الكلمة للسيد مدير الوكالة الوطنية للتشغيل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. دعني بدء تحية إجابة وإعلان بالتعاون مديرية التكوين والتعليم المهنيين والإطارات مع التكوين المتخصص، وكذلك لجميع الأساتذة والمكونين والصاهرين التكوين التقني، كذلك لأبنائنا الأعزاء بناتنا وأبنائنا المتطوعين والمتربصين الذين نشهد اليوم حفل تخرجهم بامتياز واستحقاق من شهادات تخرج من المعهد تمكنهم من الولوج إلى عالم الشغل، عالم المهنة، عالم العمليات، وبالتالي تنتظرهم يعني مجهودات يعني كذلك جبارة لا تقل عن المجهودات التي كانت تشهدها أثناء عمل التربص والتقييم النظري والتطبيقي داخل المعهد. الدولة الجزائرية بمؤسساتها ووزاراتها وقطاعاتها ومثل ذلك وزارة العمل والتشغيل والتنمية الاجتماعي وضعت عدة آليات، عدة أجهزة، عدة صناديق دعم تسهر على مرافقة ومواكبة طالبي الشغل والشباب المتخرجين بصفة عامة، سواء كان من الجامعات أو من مراكز التكوين المهني أو من المعاهد الوطنية في مختلف التخصصات، لتمكينهم من خلق ما يسمى بالمؤسسات المصغرة وتمكينهم من الولوج إلى عالم الشغل بطريقة سهلة تمكنهم من الحصول على منصب عمل مستقر يضمن حياتهم الكريمة في ظل هذه الدولة الجزائرية. وبالتالي كوزارة العمل والتشغيل الاجتماعي عندنا على سبيل المثال عدة أجهزة منها الوكالة الوطنية للتشغيل المعروفة بالبانيل لاجونس ناسيونال دو لومبوا، هي الوسيط الفعلي بين المؤسسات الاقتصادية أو عارضي العمل وبين الشباب المتخرجين بصفة عامة أو حتى الذين يستحقون الحظ للحصول على شهادات جامعية أو شهادات لمراكز التكوين المهني. الوكالة الوطنية للتشغيل مستوى على مستوى ولاية سطيف تتواجد بالنسبة لبلدية سطيف على مستوى الحي الإداري عين تبنت، ومثل في الملحقة المحلية للتشغيل والفرع الولائي للتشغيل، ومتواجد على بإقليم الولاية عبر ست ملحقات محلية للتشغيل، ممثلة كذلك المديرية العامة للوكالة الوطنية بكل من ملحقة العلمة متواجدة في ملحقة محلية، ملحقة محلية تشغيل دائرة الحمامات، ملحقة محلية تشغيل دائرة عنازات، ملحقة محلية تشغيل دائرة بقاعة، وملحقة محلية تشغيل دائرة عين كبيرة. هذه الملحقات الستة تسهر على تغطية الشباب المسجلين والمقيمين عبر تراب الولاية ب 60 بلدية و 20 دائرة، وبالتالي عملية التواجد الفعلي للوكالة الوطنية للتشغيل هي مضمونة مع أبنائنا الأعزاء إلا بعد انتهاء هذه المراسيم عن التخرج إلى التوجه يعني للملحقات المحلية للتشغيل حسب مناطق الإقامة تاعهم، حسب العنوان الإقامة تاعهم الفعلية، للتسجيل في ملحقة محلية للتشغيل للاستفادة من مختلف التوجيهات وأجهزة التشغيل المتاحة من مرافقة، من تسجيل، من اقتراح مناصب عمل، لأنه نحن في الوكالة الوطنية للتشغيل لا نصر على خلق مؤسسة مصغرة، وإنما مرافقة الشباب ونكون لديهم كوسيط بين عالم الطالبين العمل وكذلك بين عارض العمل، ندير اسم ديلوكاليزاسيون وصحة التشغيل بناء على عروض العمل المسجلة من مختلف المؤسسات الاقتصادية سواء كانت سياحية من وكالات سياحية أو مؤسسات اقتصادية كالمؤسسات الفلاحية، والتقريب بين عروض العمل وبين طلبات العمل عن طريق هذه الفئة الشابة التي اليوم أمامنا. بالتالي نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في حياتكم المهنية. دمتم دخلا من الجزائر العزيزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.